بلا يام كنا احتفلنا بالثورة، واليوم باش نرجعوا على الحدث هذايا بعد 3 سنوات، شنو بقى في بال الشاب التونسي من الثورة هذايا وشنو أهم الأحداث اللي عاشها، كيف كيف باش نتعرفوا على ناس اللي صورهم دارت العالم الكل، شكونهم الناس هذوما؟ باش نحكيوا زادة مع شباب باش نشوفوا تطلعاتهم لتونس المستقبل،